مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم في قناة ساينتست جو. آسفين على التأخير، إن لفترة طويلة ما سجلنا، لكن كان في مشكلة تكنيكية وإن شاء الله اليوم إنها انحلت. في أكثر من فيديو ما عملناهم، راح نعملهم إن شاء الله أول بأول. راح نبلش في البروبوزل، كيف كتابته. إحنا كتبنا في بوست على الفيسبوك، لكن هسه راح نشرحه شوي شوي ونعطي عليه مثال. حكينا في نوعين من الريسيرش بروبوزل، حكينا في واحد فول بروبوزل، في واحد اسمه ميني بروبوزل. لكن المكونات الأساسية للبروبوزل أو اللي هي خطة البحث تتكون من اللي هي التايتل، طبعا بتكون working title بدل على إيش هو البحث كامل، يعني لازم يكون قصير وإله دلالات معينة على الشغل اللي راح تشتغله. بالنسبة للقسم الثاني حيكون الابستراكت. الابستراكت اللي هو ملخص او السمري للستدي، بيعطيك كل اشي عن الدراسة، ايش اللي ممكن تطلع، حتى ايش الريزلت الاكسبكتد ريزلت اللي ممكن تطلع فيها. بعدين تيجي الريسيرش بروبلم او البروبلم ستيتمنت، وهي اهم جزء في البروبوزل او في خطة البحث، اللي هو ايش المشكلة اللي انت بتدور عليها. اي مشكلة انت يعني بدك تكتبي او بدك تكتب اي ريسيرش عن تحل مشكلة للدواء للكانسر، بدك تشوف مشكلة للدايت، هاي الشغلات بدك تحطي في البروبلم ستيتمنت. كل اشي ليش اخترتي الدراسة هاي، بعدين الفاريبلز ليش اخترتيهم وعلى اي اساس. هذا طبعا مهم جدا 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 في البروبلم ستيتمنت. من هون اصلا بقيموا البروبوزل تبعك انه شغلك مزبوط او لا. بعد ما تعمل هاي الشغلة، في عندك الليتشر ريفيو. الليتشر ريفيو اللي هي الدراسات السابقة، انت جبت هاي الفكرة، اكيد هاي الفكرة ما اجت من يعني لحالك، جبتها من الصين او جبتها من كوكب زحل. راح تكون من الليتشر ريفيو، بيكون عندك دراسات قديمة وصلوا لدرجة معينة من البحث، لا يعني اشتغلوا هم الستيب 1 2 3، انت بدك تشتغل الستيب رقم 4. فلازم تشرح اللي هي الستيب 1 2 3 ايش اللي صار وعلى اي اساس اخترت انت الدراسة تبعتك. اخر او قبل الاخير اللي هي الريسيرش كويستشنز، او اللي احنا بنكتبهم كمان اوبجكتيفز او اهداف الدراسة. ايش الاهداف المعينة اللي لازم انت تطلعها، بتحطهم 1 2 3 او 4 او 5 حسب الدراسة وحجمها ومسؤوليتها. يعني دراسة ماجستير راح تكون 3 ل 4، دراسة دكتوراه ممكن توصل 5 6، ما في مشكلة عشان نكون واضحين. آخر إشي ما قبل الأخير اللي هو الميثودولوجي. أنت حطيت هون البروبلم ستيتمنت، في عندك variables، هون حطيت إيش الأوبجكتيفز أو الكويستشنز اللي راح تشتغل عليهم. الميثودولوجي كيف راح تطبق هذا الريسيرش تبعك أو البروبوزل وتطبق الأوبجكتيفز هذول وتطلع منهم النتائج، بتكون في الميثودولوجي. ايش الطريقة؟ راح تشتغل على السمنة، فاكيد انت راح تشتغل مثلا على تقيس الليبيد بروفايل، تقيس البي ام اي، تقيس اذا بدك تشتغل جينات راح تشتغل على بي سي ار، هاي الامور كلها. اميونولوجي راح تشتغل على انتي بوديز ميكانيزمز، هذا كله لازم تكون فاهمه. بالنسبة للسوشيال ساينس، في الميثودولوجي راح تكون عبارة عن نظريات وكويشنير او استبيانات، بينشروها وبعدين يجيبوا الداتا ويحللوها. طبعا اخر جزء في الميثودولوجي اللي هو التحليل الاحصائي او statistical analysis، كيف راح تحلل الدراسه، النتائج راح تطلع معك في النهايه. واخر جزء في البروبوزل اللي هو التايم فريم او مايلستون او الجانت شارت، اللي هو عدد الاشهر. الريسيرش تبعك راح يكون كم شهر، كم سنه، شو الاشهر وعلى اي اساس راح تقسمه. راح تقسمه على اساس الميثودولوجي، يعني بدك تحط انت الرايتنج بروبوزل جاهز، بدك تبلش في الداتا، بلشنا كيف بدك تجيب الناس، حتاخذهم كيف كبارتيسيمنت، بالنسبه للي بيشتغلوا في المختبرات كيف راح تسحب الدم، كميته، كم شهر، هاي بتتقسم حسب البروبوزل. تمام، هيك احنا شرحنا بشكل عام ايش البروبوزل بشكل عام. هذا البروبوزل حيكون سواء سوشيال ساينس، سواء علمي، سواء اي بروبوزل في الدنيا، حيكون هاي المكونات تبعته كامله.
تمام. راح نعطي حاليا مثال صغير على اللي حكينا عنهم في على صفحة الفيسبوك ساينتست دوت جو، اللي هو فيه تو تايبس او نوعين للبروبوزل. حكينا الميني بروبوزل اللي بنستخدمه للقبولات، بنستخدمه لشرح بس الفكرة بدون ما نشرح الميثودولوجي، والفول بروبوزل. راح اعطيكم مثال صغير على شغلي انا، او اشتغلت قبل على ميني بروبوزل. حيكون اللي حكينا هون التايتل، الاسم، طبعا في هون جزء السمري اذا انت بدك تحطه، ما بدك تحطه هذا الشيء بيرجع لك. هذا ميني بروبوزل حيكون شكل بسيط. بتيجي هون على الانترودكشن، انترودكشن بسيطة يعني ما حتكون كبيرة، وانتبه في هون الريفرنسز. الريفرنسز احنا حكينا شرحتها في بوست على الفيسبوك، لكن راح اعيدها في فيديو ان شاء الله قريبا. البروبلم ستيتمنت مهم تشرحها اول باول. الهايبوثيسز اللي هي النظرية بتكون تابعة للبروبلم ستيتمنت، ايش اللي انت بتقترحه انه ممكن تكون نتائج زي هيك، وممكن الهايبوثيسز تكون كمان نفس الـ expected result. نيجي على research objectives اللي هي نفسها الـ questions، حتكون نفسها. في الميني بروبوزل هذا الفرق بين الميني بروبوزل والفول بروبوزل، اللي هي الميثودولوجي. الميثودولوجي هون بنشتغل على بس ايش اللي راح نشتغله بدون اي شرح مفصل، لكن في الفول بروبوزل بنشرح كل خطوه ايش اللي راح يصير فيها. عشان هيك الميني بروبوزل راح يكون 5 لـ 6 صفحات ماكسيمم. طبعا الريفرنسنج انا هون حاطه كتير، الاصل يكون 5 لـ 6 فقط. فهذا شرح اليوم كان عن البروبوزل بشكل عام. ان شاء الله انه تستفيدوا، وانا برأيي اذا كان عندك شيء اسأل، ما كان عندك شيء انشر، اقترح، وانا سأكون سعيد جدا في اقتراحاتكم، واسمع منكم الاخبار الكويسه. وبالتوفيق، واعملوا لايك وشير للبوست، اعملوا سبسكرايب للشانل، واذا عندكم اصدقاء ممكن يستفيدوا فيديوهم. لا يعني احنا في العلم لازم نتشارك، ما في اشي العلم الي وانا تعلمته ما راح اعلم حدا، بالعكس مشاركة العلم هو الصح، عشان احنا ننهض كمان في بلدنا وفي الأردن بشكل عام عشان البحث العلمي. الله يسعدكم ويبارك فيكم.